أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فول أب. خبرنا الأول من الفضاء، خبر انتشر على السوشيال ميديا ونشرته وكالة سانا التابعة لإعلام أسد على موقع رسمي. الخبر عن توقيع حكومة أسد مع روسيا بيان لعدم نشر الأسلحة في الفضاء. في الفضاء، ومو بس هيك، البيان دعا باقي الدول لأن تنضم لروسيا وسوريا اللي مو حابين يكونوا أول من ينشر أسلحة في الفضاء. هذا البيان عمل ضجة بين السوريين، كل السوريين، وردوا بدورهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل عبادة حيدر اللي نشر بوست وكتب: الاتفاق انتصار لصوت العقل، سوريا قررت تسحب أسلحتها من المريخ. أما ماهر شرف الدين كمان نشر على حسابه بطريقة ساخرة: الحقيقة كنت خايف سوريا تنشر كم برميل متفجر بين زحل والمريخ. أما إبراهيم علق على صفحة سما الموالية لنظام أسد: هذا أكبر دليل أنه الحكومة عايشة بالفضاء والشعب عايش على الأرض، لك أمنوا ربطة خبز والمازوت للعالم بعدين بنحكي بالأسلحة والفضاء. طبعاً الردود ما خلصت عند هون، الكاتب الصحفي محمد السلوم طلع بفيديو سخر فيه من الخبر بس على طريقته الخاصة. دريت اليوم أنه مجموعة من رجالنا السوريين في مركبة الفضاء السورية أسد واحد تم توقيفهم من قبل مركبة فضائية أمريكية، تقريباً تم اعتقالهم، يعني أكثر من 3 ساعات تقريباً تم توقيفهم، والحمد لله ما حسنوا يأخذوا شيء، ما حدا من رجالنا كان بيعرف يحكي إنجليزي. الأمريكان صادروا من مركبتنا بطاريتين وبريق متي وخمس شرطان للذات طول 1 متر وصورتين للسيد الرئيس. كنت تقولوا لي نحن ليش قربنا على الأمريكان؟ لا، نحن ما قربنا على الأمريكان، نحن كنا رايحين بمشوارنا اليومي لاستلام مخصصات البطاقة الذكية للسادة الرواد. المعلقين على فيديو محمد مشيوا معه بقصته الافتراضية الطريفة مثل خطيب بدل اللي علق وقال: لا تستبعد نرد عليهم بتوقيف عربي إلهم عند مفرق العريضة ويكون معهم سمنة وبناطلين جينز وخبز سياحي. يمان بيوش كمان شارك بالسردة وكتب: عم بيقولوا في تلفزيون سيرونيكس مفقود، كانوا عم يجربوا عليه تجربة استقبال القناة الأرضية الثانية. مشاهدينا، حكومة أسد فارضة $100 على السوريين اللي حابين يفوتوا البلد، بس في حال وصل للفضاء معقول يطبق هذا الشيء بالفضاء كمان؟ فيديو من مصر وملايين المشاهدات بمصر وبرا مصر لأب عم يوصف بنته لحظة عقد قرانها أو كتب الكتاب وسط دموع الحاضرين وتأثرهم بكلامه. الله تعالى، إني توكلت على الله تعالى. وزوجتك؟ وزوجتك يا أستاذ محمد شامي. يا باشمهندس محمد شامي. صدق مهندس بقى. حسين أحمد راز. حسين أحمد راز. زوجتك ابنتي. زوجتك ابنتي. موكلتي. موكلتي. قلبك. قرة عيني. الله عليك. وروح فؤادي. صديقتي بلا شبهة. وحبيبتي بلا غيرة. رفيقة العمر مضمونة. والقلوب بحبها مسكونة. سبب الرزق رغم ضعفها. الله. أم أبيها رغم صغارها. سبيلي إلى الجنة بإذن ربها. شمس أيامي وقمر ليالي. دنيا عمرو محمود غيره. زواجا شرعيا. زواجا شرعيا. على كتاب الله. على كتاب الله. وسنة رسوله. وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. على الصداق المسمى بيننا. على الصداق المسمى بيننا. عاجله واجله. عاجله واجله. على جميع المذاهب. على جميع المذاهب. الشرعية المعتبرة. الشرعية المعتبرة. على أن. على أن تكرمها. العروسين دنيا عمر غانم ومحمد شامل طلعوا على قناة أون تي في المصرية، وخلال اللقاء حكت دنيا عن علاقتها مع أبوها. يعني إحنا أكتر من صحاب، يعني أما بينا يعني صداقة غريبة، مش أب وبنته، مش أب وبنته عاديين، يعني عمره ما بيتعامل معايا على إنه بابايا ولازم أبقى خايف. العريس محمد شامل تعرض لهجوم على السوشيال ميديا لأنه ما بكي بحسب رأي المعلقين، فدافع عن حاله وقال: لا
الناس بتقول ان انا ما عيطتش، انا يعني انا لسه قاري كام كومنت على الفيسبوك ان الناس بتقول ان انا ما عنديش دم وما عيطتش. انا انهارت عياط، انا ليا صور كتير محطوطه ان انا كنت منهار، انا ما قدرتش امسك نفسي. تويتر، فيسبوك، انستغرام وغيره من منصات السوشيال ميديا، وين ما رحنا عم نلاقي فيديو الاب، وعن الفيديو الاف التعليقات، مثل ام امنيه اللي كتبت اجمل مخلوق واحن مخلوق هم البنات، عند زواج البنت بيتخلع قلب الاب، هم نور القلب والعين والحنان والود والالفه والحب وكل حلاوه الدنيا والصحبه والرفيق اللي الجنه والستر من النار، البنات هم فرحه الدنيا وفرحه الاخره. أما إيمان علقت على فيسبوك: قرة عين الأب اللي مصر كلها طبطبت عليه النهاردة، ربنا يبارك لك في كل في هذا الأب الحنون. أما أميرة كمان عبرت عن مشاعرها وتذكرت أبوها فكتبت: الله يرحمك يا بابا، يا نور عيوني، كان نفسي تحضر هاي اللحظة معي. تعليق من زهرة أكلت هم شغلة تانية وكتبت: ألف مبروك، وسؤال، عملته بأي قاعة والقاعات مقفولة؟ جننت بليلى والجنون يسير على حبها عقلي يكاد يطير، وما بي إلا حب ليلى كفاية جنونا وإني في الغرام أسير. هيك عبر قيس بن الملوح عن جنونه في حب ليلى، بس بمجتمعاتنا الرجل هو اللي بيقدر يعبر عن مشاعره بطريقة أريح. هاي القاعدة مع الوقت عم تتغير. بالسودان صبية تقدم لها شاب للخطبة وأبوها رفض، فقررت بعد عدة محاولات مع أهلها أنها تهرب معه، وراحت على المحكمة الشرعية وتزوجت هذا الشاب. البنت لما هربت من البيت انتشر خبر اختطافها، هذا الشيء خلاها تطلع بفيديو تكذب نبأ الاختطاف وتوضح فيه تفاصيل القصة. وأنا إحسان أحمد أدم مع الله، وأنا ما مخطوفة، أوكي؟ أنا ما مخطوفة، أنا طلحت بكامل إرادتي، طلحت بكامل إرادتي وبرأيي، وما في أي حاجة اسمها أنا مخطوفة. طلعت جزول تقدم بيتنا، حسيت إنه هو الإنسان المناسب عشان يكون شريك حياتي وأكمل معه حياتي، وأهلي رفضوا، شفت في الإنسان ده كل طموحاتي وأحلامي، وطلعت معه إلى أحسان. ردت على اللي انتقد تصرفه من ناحية دينية وشكك بشرعية عقد زواجها، فقالت: بحب أقول لكل زوج شايف إنه زواج البكرة من غير ولي أمرها لا يجوز أو غير صحيح، بقول له احنا كمسلمين عندنا اربع مذاهب متفق عليها، ومن ضمن المذاهب دي مذهب ابو حنفي، بناء على مذهب ابو حنفي وان الزواج ده ماشي استنادا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايما احق بنفسها من وليها، وكما قال تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا بانفسهم بالمعروف. ولتثبت للناس أنه تم الأمر بطريقة شرعية، أبرزت عقد الزواج الشرعي بينها وبين جوزها، وأكدت أنه اللي عملته كان من حقها. وشايفة أنه ده حق من حقوق شنو؟ شايفة أنه ده حق من حقوق أي واحدة فينا كمرأة أنها تدافع عن حقها للنهاية. وبناشد أنا كمان الشعب السوداني، وبناشد كل مرأة سودانية بصفتي أمينة مرأة، أنه أي واحدة ما تتنازل من حقوقها، ومن حقك تختاري شريك حياتك، من حقك تختاري أي حاجة بخصوصك. حتى في ديننا الإسلامي الدين قال النساء شقائق الرجال، ما قال النساء تحت الرجال. شقائقهم في شنو؟ نفس الحقوق اللي لهم لنا، هم يختاروا شركاء حياتهم ونحن نختار كمان شريك حياتنا. ده شيء كفر لنا الدين الإسلامي وكفر لنا كمان المجتمع الإنساني، وبما إن البلد بقت مدنية وكفرت الحريات الشخصية، إذا كان صحيح فأنا من حقي أن أختار شريك حياتي بغض النظر عن رضا أهلي أو رفضهم، لأنه كل شيء نصيب من رب العالمين. وشكراً، وأنا ما بخطوبه، بحب أعيد وأكرر. الشارع السوداني تفاعل مع قضية أحسان، مثل أبو عبيدة اللي علق على الفيديو وكتب: أهلك هدول تعبانين فيك عمرهم كله يا سمجانة، وأكيد دايرين لك الخير، بس لما رجلك يقلب وشه وتتذكري أهلك وتعرفي شو خسرتي. أما رويدة علقت كمان: عاد العرس بدون عز الأهل وزوجك، يعرف ما وراكي رجال ما عرس، والأيام بتورجيكي بعدين ما كل الأيام حلوة، بيجي اليوم الشين اللي بتكوني عاوزة فيه أهلك وعزوتك ورجالك وأبوكي وإخوانك، حاكم بنات آخر زمن. أما الخنساء كمان كتبت تعليق وقالت: نقول شو بس، الله يسعدك ويكفيكي شر تقله بالدنيا والقلوب. تعليق من إنجي كمان بتقول: بغض النظر عن رضا أهلك، أنت ما قايسة رضا أهلك الفايدة منك شو؟ هدول تعبانين فيكي عمرهم كله، بالنهاية بتجازيهم هيك بنقطة تانية. أبو حنفي هذا من وين جبتي؟
البنت خلال الفيديو غلطت بتسمية المذهب الحنفي لأبي حنيفة النعمان وقالت إنها تزوجت على مذهب أبو حنيفة. هاي الغلطة كان لها ردود أيضاً من إبراهيم الشريف اللي كمان كتب تعليق وقال مذهب الإمام أبو حنفي هذا جبتيه من وين يا أختي؟ أما وسام علق كمان على هذا الموضوع أبو حنفي هذا إن شاء الله بس أبو حنيفة النعمان. تعليق من جيانة من ليان اللي اتفقت مع أحسان وفصلت الموضوع أكثر وقالت العرفي من غير قاضي وموثق، بينما عقد هذا بولاية القاضي وموثق من المحكمة. القاضي ولي أي فتاة عضلها وليها، وده موجود في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. حتى المعلم اللي عملته مقبول شرعا وقانونا بس ما مقبول اجتماعيا. بالنهاية الزواج حصل، شو رأيكم بالشيء اللي عملته أحسان؟ سيف كرجك أو احمو كرجك هاشتاغ انتشر بإيران بعد اقتحام الأمن الإيراني للعنبر 8 بسجن كرجك حتى ياخذوا السجينة السياسية كوروخي إبراهيمي. السجينة حاولت تقاومهم بس الحراس اللي تجاوز عددهم 20 ضربوها هي والسجينات اللي وقفوا معها بالهروات وبالعصي الكهربائية. طبعاً أثناء الحادثة كانوا باقي السجينات بالعنابر المجاورة عم يضربوا على الحيطان والأبواب ويصرخوا الموت للديكتاتور. هاي الحادثة خلت الإيرانيين يشاركوا بقوة بهذا الهاشتاغ، والهاشتاغ كان منبر حتى يعرضوا فيه الإيرانيين معاناة السجناء السياسيين في إيران والظلم اللي بيتعرضوا له. من بين هاي المشاركات فيديو للسجين السياسي مهرذاد باختياري بعد إطلاق سراحه جراء حكم عليه بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ ومنع مغادرة البلاد لمدة 2 سنين. بالمناسبة المرأة اللي بالفيديو هي ناهد شربشا والدة الشاب بويا باختياري اللي قتلته قوات الأمن الإيرانية بنوفمبر 2019 ومهرذاد بيكون عمه. هذا الشيء بيدل أنه العقاب بإيران عائلي. وبالتزامن مع هاشتاغ احمو كرجك طلع هاشتاغ stop executions 3 بالوش بعد إعدام 2 من السجناء السياسيين الإيرانيين هنن بهنام ريجي وشعيب ريجي من بلوش إيران. بدوره قال المحامي الإيراني مصطفى نيلي إنه هذا الإعدام صار بسجن زاهدان جنوب شرق إيران بتهمة الانتماء لجماعات معارضة للجمهورية الإسلامية. صرخة سجناء الرأي العام عملت صدى واسع شارك فيها الإيرانيين مثل علي اللي قال شاركوا في عاصفة تويتر هذه لإظهار احتجاجاتنا على سوء المعاملة والعنف ضد السجينات اللاتي عرضنا صحتهن للخطر. أما إنانا علقت نظام متعطش للدم والإعدام مؤلم إنهاء حياة إنسان لمجرد اختلاف في الرأي أو المعارضة. تغريدة من محمد بيقول الهواية المفضلة لنظام الملالي الإعدام. أريش فاضل صبية مصرية حبت تفرح ابنها وترسم له شخصية سنوبي على الكنبة بغرفته. هيك فكرة وخاصة بزمن القعدة بالبيت صايرة إجبارية بظل أزمة كورونا ممكن تعمل جو لكل العيلة، وبهي الطريقة أريش قدرت تعبي وقتها وتعمل لفتة حلوة لابنها. الفيديو انتشر بشكل واسع على منصات السوشيال ميديا. هاي كانت آخر أخبارنا لليوم وهيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. مع السلامة.